السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما
سلام على إبراهيم صدق الله.